الإخوان السلام عليكم وعواش المباركة و بون ديمونش. اسمحوا لي إذا جيت بالخف، إذا جيت بالخف غنمشي بالخف. علاش جيت؟ لأن كاع هاد الويكاند البارح كنت مشغول مع الضيفان، مع الضيفان الناس كتبوا لي، تكتبوا لي، كيف نقول تكتبوا لي، قالوا لي ما رأيك هذا الميكروب، هذا الميكروب ديال التواصل الاجتماعي المسمى بإلياس المالكي. أنا ما نستعملش مع الأسلوب اللي أنا لأن ما بغيتش نهود المستوى ديالو، لأن باغي نبقى عالي فهمتي، فلهذا ما غاديش نخدم مع الأسلوب مدين، لأن هاد ولد القحبة ميليق ليه غير هادشي فهمتي. أنا عرفتي ما نبغيش نقول لي مو حاشاك، لأنني مازال تنستنى في التحليلات، من تبرع الكلمة شوف بغيت نتسنى في التحليلات ديال الدي ان اي باش نعرفوا واش، لان دابا الى حد الان في عقد الازدياد ديالو فيه علامات استفهام، الاب بوين دانتيروغاسيون، محل الازدياد الله عالم بقي الخيريه. فهمتي كيفاش قضيه؟ هاد الكلب هاد الميكروب هذا ما قدوش اليوتيوبرز والفنانه اللي بقي يسبهم ويضحك عليهم، هذا دابا داز القران، القران الكريم داز ليه، وشوف هذا ولد القحبه هذا ديال الكلب هذا تيمس بالقران الكتاب ديالنا الحلو هو اللي عندنا فهمتي. انا تنبغي نعس بالليل تنحلو، تنحلو نقرا شي حاجه ونعس، واخا تنتهجى تنتهجى، ولكن هذا ولد الحرام هذا بدا يضحك في الايات. انا قريت داكشي فهمتي ومشيت قلب ديك الآية، قلبتها حدا هذا، لأن هذا المغربي هذا كان يقرا يوم القرآن ديك العروبية اللي كان فيها قبل ما يدخل لأكاديمي ميليتير بيستوني، كان يقرا القرآن وعرف، جبد لي ديك الآية وقراها لي، قال لي احفظ الحرام صحابي يعني التلميذ، بقيت نحفظها نحفظها نحفظ، والحرام خسر الآية خسرها. وعلى الأخر قال لي مولد القحبة، قال لهم اسمحوا لي قلنا نقول هذه مولد القحبة، لأن هذا الكلام ديالو هو اللي علموا لي، عرفتي أنا راني جاهل راني غير تنسمع وتنعاود ملي هاد ولد القحبة حاشاكم هذا بدي خسر في القرآن هذا راك حنا وعلى الاخر هذا، ولكن دابا انا لا. اما هذا حاشاكم كون كنت باقي في ماشي في المغرب الاخرى السينما مازال مريب، هذيك كون كنت باقي في المغرب نجي تال جديدة ندير حجة وزيارة نبولي على خالته ونبولي عليه تاهو. واش فهمتوا كيفاش قضيه؟ ما معنى دابا هذا السيد، عنده لان هذا بحال هذا، هذا التربيه هذه ملي عملنا دراسه، الله دراسه ديال اش؟ قال لي ايتيد ستادي، ملي عملنا واحد الدراسه هادو بحال هادو بهادو تكون عندهم تخلي مدخل في العقل، لانهم تي ماشي ناتوريال تيستعملوا المؤخره ديالهم للزياده، ها وتيستعمل هذا هذا تيباع بعض فاش هذا وخرج من هنايا تي هذا داكشي اش بحال هكا النهار كل يوم باك تياكل في السطح تياكل لك كل اللحم الحلال الحمير والكلاب السوسيج وهي تياكل وباك يسف عباد الله عاد ولد القحبه هذا. انا قلت لك انا لك بالمثل، شوف ديال امك انا ماشي في المغرب خبارك باقا تخمق عليا بفلوسك ولا ماشي بفلوسك، روح تقود مدين، انا ما نحتاج لا جمعيه لا نقابه الصحافه لا نادي للمغنيين لا طرس بولبا من بلجيكا، ما نحتاج هادو كاع هاد العطايه، انا ما نحتاجهمش هنايا، انا ندير ما غنخرج بحكا وما عنديش الوقت باش نمشي للشكايه ونبقى غالي في المحاكم، جاي في المحاكم 16 عام ومازال ما داروا والو. ها لا 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 انا غير نقصك شي غنخرج لمك ديريكت ديريكت ولا القحبه، ما استفيد يتفلى بالقران، شوف الحرام هذا ما عرفو على خير غير تيستعذر. لا 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 وكان هادو هاد الجمعيات، الجمعيه ديال الكلاب حاشاك، لا حنا عندنا الكلاب الجمعيات
كون كانوا هادو نوضو يا ود بوي هادو فينا هما فينا هما هادوك الفنانه 60 عام ديال مش الفنانه هادو ديال الصحابه 60 عام ما كان تيحتفلوا في كل ديال عندهم 60 عام يا نوضو تكيو نوضو ديروا بيه شكايه هاك انتم الصحابه هاك تيخص القيام قال لك القيام مالك يعني علاش ما تنوضوش ديو المحكمه ولا الفنانه ولا دوك الفنانه الكبار نوضو نوضو ديروا بيه شكايه ياك عندكم الفلوس إذا تاخذوا من اسمه من الكوبي رايت وما تفرقوش على عباد الله من يقولوا دير بي شكايه ها ها وفين كتعرس بولبا اللي بغى يولي وزير بالقمونه نوض عمل عمل نوض وفين هي ديك حقوق النساء هيك حقوق الانسان هذيك مال الشلاق بحلين هذيك عيوش دريوش ما سمدي ما شوف انا السميات ما عنديش معاهم دين هذيك فين هي تكلم عليهم ها ماشي على حقي انا نتكلم على المغاربه مساكن المغاربه اللي ما عندهمش الوسائل وما يقدروش يضيعوا وقتهم في المحاكم نوض هيك انت شنو رئيسه ديال المجلس ديال حقوق الانسان ايوا فين هو نوضي تكلمي ها فين هو وفين هو داك رئيس ديال المجلس الهجره هذاك من فوق لهناك هذاك اسمه بوصوفة ولا بو حلبه فين كاسي نتكلم على باسم الجاليه لان التي مس وياك انت دائما تتالف الكتب القرانيه تديهم لبلجيكا عند تراس بولبا باش يبلاكيهم لك ونتكلم على هذا الحمار اللي باكي اللي تيمس بالقران كتاب الله يا نودو فيكم ما فيكم الجمعيات فيكم الهضره شوف انا ما نطولش معاكم يعني اليوم الحد ما باش نتقلق شوف داك المش تي اش يدور هنا بقى خصو يجي بازو يجري عليه هو خرج فهمتي كيفاش قال لي فهمتي كيفاش قال لي هذا انا من هنا انا من هذا المنبر هذا المنبر فهمتي توجه لك واحد النداء من هنا يا لك العروبي هذاك العروبي يا إلي الياس المالكي اسمع الطب والمك نسمعك عاود ثاني تتمس بالدين رغم انني انا مسلم غير منافق الآمن بالدين ديالي لأني أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وأنت يا ولد القحبة واحد الكافر ما تسواش ها دير مك كبر لك الفم تحل لك الزك نسيتي مسميسة ها 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 ديال الملاح ديال ها نسيتيه أش كان يدير لك ها كان يزيد لك ها ها ويدور معك ها نسيتيه ودابا بديت تفهم علينا حنايا واه واه فهم دير وقلت لك ديك مرة ما بقاش تقولي كلمة طب ما بقيتش تقولها ودابا درتي دري القرآن القرآن سيدي يا ولد الحرام الله ينعل الدين أمك نقول لك دي أمك اللي ما عندكش دين لأن حاشا واش تكون الإسلام دينك يو بيس مي أوف كان معكم أنايا من هنايا إخواني المغاربة أقول قولي ونروح القول بحالتي دي ما بغيتش نبقى معطل لأن تابعني الطريق شي تبع طريق هو لا اللي ما عجبوش الحال يدو فاشل المغربي سمحوا لي نشعلوا الضوء ياك الناس اللي تبع تيشوفوا يد الغوت ديك الشورت تيسحبوا لي تلف لا 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 انا حتى انا كنا بدا كلام في هذا الموضوع ديال الشورت وكان داك الدري ديال بلجيكا مش بلجيكا ديال بالي فرونسي ديك خليل الفلوغ وراني كيفاش ندير لها وكيتعبني ما 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 انا عندي ما قاريش ما ابزوربيتش ما مصتش ديك المعلومه اللي وراني ملي نرجعو عندي مع تاي ديك مولا مصدعاني ديما في التليفون تقول لي هاد دير وهاد دير وهاد دير وهاد دير حتى هي قالت لي دير هذا دير هذا هذا ايوا انا شت بحاكه وين نجي واحد الدري كدا جد عندنا البح جد عندنا تغدى هي صاحبه جاو عندنا فهمتي قلت لها قالت لي ساهله عرفتي الدري صغير باقا صغير عندها 185 الف متتبع في الشورت في تيك توك وعندها المحبين ديالها غير ديالو شخصيات كبيره ودري زوينه حتى المره غندير مع الفيديو هنايا باش تشوفوها ولكن ما تسبوهاش واخا تسبوها ما تفهمش بحال هنايا فهمتي كيفاش فلهذا هي اللي ورتني هذه ديال الشورت شفت الشورت راه هي اللي ورتها لي ماشي الشورت ديال العمان لا 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 لا, لا واش غنولي عريانين لا هذيك دابا غادي ثاني غندخل لكم الشورت واي واحد تيعرف عزوز فين كاين يتصل به يقول له يدير واحد الفيديو في هذيك رامبو راه رامبو بحال يوتيوب دابا هذا هو المستقبل
راه نبغي نعمل فيديو باش الناس يوليو يتفرجوا. قولها لهم لا شي واحد يعرف. الاخ عزوز الا سمعتيني من هاد الجهه ولا من هاد الجهه رجع رجع وينيديو وينيديو باك اون سيدي خاصنا باش نقطعو دي ولد ربعان ولد عين شقه. ندير هذيك رامبو رامبو ار يو ام بي ال اي ندخل ليها تشارك فيها وبدا بحال بحال يوتيوب تسجل الفيديو ديالك وشبع فينا سبان. لان الجمهوريه الجمهوريين كلهم غبروا كلهم غبروا وهاديك مول التلفزيون ما عرف يمشى بقى داك اي حمد اي حمادي ولا اي حمد ولا شحال داك ديال المان ها هو مربي الحياة ها هو محيلة ما عندناش ما قول هذاك سوقو والاخر الاخر هذاك مستر العالمي قال لك بغى عندنا استشاره على دولة غادي يعمل يولي يعمل بيبيسيتي في القناه ديالو. هاي 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 وليتي البي بي سي غادي واش واش دار تعمل واحد بروباغندا ديال واحد واحد الشركه قالت لهم سيتو فلوس ما تخلصوا عليها والو. ناري 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 شركه غادي تصيفط المغاربه الجاليه قالوا بلي هما تصيفطوا الفلوس من الخارج من الخارج مش من الداخل وهاد الشركه ما تحسب والو فابور كل شي حاجه فابور. سي العالمي الله يهديك واش تبغي دخلتي في دخلتي في المافيا ديال التخربيق. فلهذا انا غنمشي بحالي مابقاش ليا الوقت وقال نمشي نتغدى نمشي نتغدى ما حنا ما باش نتغدى قدامكم لان ماشي قليل الادب الناس تعيش الناس ما صابتش دير باش دير الكويمينه وانا نجي ناكل قدامكم لا ماشي ماشي من الاخ اخ 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 اخ, أخ, 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 أخ. فلهذا مع السلامه.